السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة، الحصة الرابعة. أقوم تعلماتي باش نعرف ننجز العملية، أضع عمليتي الجمع والطرح التاليتين بكيفية سليمة ثم أنجزها. هذه نديرهم طريقة وأنجزها. إذا شنو داير هنايا؟ ولدي شنو داير لينا؟ يلا أسرعي بسرعة، شنو داير لك؟ عملية الناقص. شنو داير كي داير حاطنهم؟ هو قال أضع عمليتي الجمع والطرح عملية بكيفية سليمة. إذا نحطوهم في كلمة طريقة سليمة هي، قولي لي شحال غنديرو؟ 50,000 506,801 غنديرو تحت شنو هو؟ ناقص 96,575. إذا هاد الخمسة فين غنديروها؟ تحت تحت الواحد، تحت الوحدات. هكا سبعة تحت العشرات، والخمسة تحت المئات، والتسعة تحت الوحدات ديال الآلاف، والثلاثة ديال تحت عشرات الآلاف. وهكا كتكون العملية صحيحة وننجزها. واحد ناقص خمسة، أسرع لينا، أسرع بسرعة، يلا يلا لينا. واحد ناقص خمسة لا يمكن، نضعه 11 إذا ونضربه على صفر، نضعه تي تسعة، نضرب على ثمانية نضعها سبعة. 11 ناقص خمسة تساوي ستة. تسعة ناقص سبعة تساوي اثنان. سبعة ناقص خمسة تساوي اثنان. ستة ناقص تسعة لا يمكن، 16 نضرب على صفر نرده تسعة، ونضرب على خمسة ردها أربعة. 16 ناقص تسعة تساوي سبعة. تسعة ناقص ثلاثة تساوي ستة. أربعة ناقص لا شيء تساوي أربعة. وبالتالي هذه العملية صحيحة، هي 467,226. نضع العملية الثانية، هي قسمه هكا وهذه قسمه هكا، هكذا باش كتكون. إذا نقولوا شنو هي؟ 75,004. لا زائد، عندنا زائد، عندنا زائد، ماشي مشكل، لا زائد واخا يكون، اما الناقص لا خصو يكون الفوق، الاكبر هو اللي في الفوق. الا كانوا دايرين هما لتحت راه لا كان قال لك، الا كانوا دايرين راه خطا، خصها تكون العكس، صافي. اذا 413 عندنا زائد هنا الوحدات سبعة تحت ثلاثة، خمسة ديال العشرات تحت واحد، أربعة ديال المئات تحت الأربعة، صفر ديال وحدات الآلاف تحت الخمسة ديال وحدات الآلاف، تسعة ديال عشرات الآلاف تحت سبعة ديال عشرات الآلاف، واثنان ديال مئات الآلاف غتكون هنا بوحديتها حقاش ما تحت حتى حاجة. هوك نجوز العملية. ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة، نضع الصفر نحتفظ بالواحد، واحد زائد واحد اثنان، اثنان زائد خمسة سبعة، أربعة زائد أربعة ثمانية، خمسة زائد صفر خمسة، سبعة زائد تسعة ستة عشر، نضع ستة نحتفظ بالواحد، واحد زائد اثنان تساوي ثلاثة، 300 واخا وخمسة وستون ألف وثمانمائة سبعون. إذا هكذا أحدد الأرقام الناقصة في العملية التالية. أي عملية ناقصة في قوة الخدمة؟ تو العملية كده. إذا نمشيو بهذه العملية الأولى، الزائد هي الأولى، تسعد زائد واحد العدد كتساوي تسعد صفر باينة. سبعة زائد واحد العدد كتعطيك صفر، سبعة سبعة زائد سبعة 14، سبعة تزيد على واحد العدد تعطيك صفر، إذا خاصها تكون وصلت العشرة، العشرة باش نديرو الصفر ونحتفظو بالواحد ثلاثة. فهمتي؟ إذا سبعة زائد ثلاثة عشرة، ها هو نحتفظو بالواحد. خمسة زائد واحد ستة، ستة زائد أربعة عشرة، نضعو الصفر ونحتفظو بالواحد. واحد زائد واحد شحال كتساوي بعدا؟ اثنان. اثنان شنو اللي نزيدو عليه باش تساوي لنا عشرة؟ خصنا نوصلوها ل 8، المئة خصنا نوصلوها ل 10، العشرة إذا 8. هاهي اثنان زائد واحد اثنان، اثنان زائد 8 هي 10، نضعو الصفر ونحتفظو بالواحد. واحد زائد كم تساوي خمسة؟ واحد
1+1=5 4 ها الذكاء هذول بغيتو منك انا بغيت الذكاء ديالك بحال الكليب الذكي يديروا له عندك بحال هذا دابا هادي ناقص صفر نقصوا من 9 شحال يعطينا صفر نقص من 9 ما كيمكنش اذا كنردوها 10 كنضربوا على 4 كنردوها 3 هوكا 10 ناقص 9 1 4 ناقص 5 3 3 ناقص 5 تساوي 2 3 ناقص 5 لا يمكن داك العدد اللي هنايا راه ضربنا عليه غنشوفوا شنو يساوي اذا 13 ناقص 5 8 بشويه هكا بالطريقه اللي كنشرح لكم انايا صافي 13 ناقص 5 كم تساوي هي 8 صح 8 هاي داري صحيحه حل هنا العدد هذا شحال كان باش نقصوا منه 9 يعطينا 6 7 لا هو داك العدد نقصوا منه 9 لا 5 5 ونضربوا نقصوا منه 9 واحد العدد نقصوا منه 9 يعطينا نقصوا منه 9 يعطينا 6 عدد نقصوا منه نقصوا منه 9 واحد العدد نقصي منه 9 ويعطيك 6 نقص منه 9 ها هي 9 ويعطيني 6 ها هي 3 لا واحد العدد نقص منه 3 9 اذا العدد خصو يكون كبير من 9 10 10 تنقص منه 9 تعطيك واحد زيدي 12 تقول لي 12 12 تنقص منه 9 تعطيك 3 تقول لي 14 ها انت 14 14 تنقص منه 9 شحال تعطيك 5 باقي ما وصلتيش ليها اذا نقولوا 15 15 ناقص 9 شحال تعطيك سي 6 ها هو 6 اذا هذا الشخص يكون هنا 5 باش ما نديروش ولكن هو خصو يكون قبل من واحد عدد اخر واش هو 6 علاش حيت انا كنا ضربنا عليه ورديناه 5 وبالتالي غنديروا له 5 ناقص 9 لا يمكن غنديروا له ولا 15 15 ناقص 9 6 هذا هو العدد هذا الشيء علاش غتكون كوز وصلنا ل 15 ولكن هنا خصو يكون 6 علاش حيت لقاش ضربنا عليه ديجا ملي ضربنا على هذا هو حيت لقاش 3 ما قدتناش باش نقصوا منها 5 وبالتالي كنا شطبنا هنا هذا الشطيب هذايا هو كان 6 ولكن ضربنا عليه ورديناه 5 وبالتالي العدد اللي صحيح هنايا واش هو 6 هنا ردينا 5 هذا العدد الثاني شنو درنا له راه شطبنا عليه شطبنا عليه اذا نشوف لك العدد اللي شي عدد نقصوا منه 7 يعطينا 1 شي عدد نقصوا منه 7 يعطينا 1 لا نديرو 7 7 ناقص 7 0 لا واحد شنو نضربو لا خصو يكون اكثر غيكون اكثر باش نشطبو عليه دير بعد شنو العدد اللي نقصوا منه 7 يعطينا 1 شنو العدد بعدا عدد نقص منه 7 يعطيك 1 ها هي 7 والعدد لا تنقصوا منه 7 عدد نقصي منه 7 يعطيك 1 قلتي 7 7 نقصوا منها 7 شحال كتعطيك صفر لا ما يمكنش خصو يعطينا 1 خصو يكون كبار كبر كبر منه هي يعني شحال 8 ناقص 7 و واحد اذا خصو يكون 8 ولكن هنا شطبنا اذا 9 خصو يكون حيت شطبنا عليه هنا باش ملي كنشطبوا عليه هنا كنردوه 8 ها هو 8 ناقص 7 واحد ولكن كان حنا شطبنا عليه اذا ردينا 8 خصو يكون هو 9 هنا هو 9 اذا كنظن العمليه باينه واضحه هنايا ها صافي اذا بقى واحد ناقص لا شيء اش كيعطينا واحد ثاني كذلك نمشيو للعمليه هذه باش نكملوا حتى هي عندك صفر ناقص كذا كتعطينا 4 صفر نقص منه شي حاجه يعطيك 4 شنو هو يمكنش اذا خصو يكون هذا شحال 4 خصو يكون هذا 10 خصو يكون 10 هذا خصو يولي 10 ونضربوا له هذا واش طبنا عليه علاش كنشطبوا عليه دابا باش نعرفوا بان من بعد غادي نزيدوا عليه واحد لا شحال ما درناه غنزيدوا عليه واحد باش يعطينا العدد الصحيح اللي يكون هنا 10 شحال تنقص منه باش تعطيك 4 10 شحال تنقص منه باش تعطيك 4 10 شحال تنقص منه باش تعطيك 4 شتينا 4 شحال تنقصي منها 10 شحال تنقصي منها باش تبقى لك 4 ديري عيدك دغيا 10 شحال تنقصي منها تبقى لك 4 ها مابقاو لك 4
ها مبقى ها ما خمسة. هاي أنا نقص خمسة ومن تمك ستة. عشرة شحال تنقصي منها؟ ستة. عشرة ناقص ستة؟ أربعة. هاد العدد اللي قال عندنا هنايا نقصوا منه تسعود يعطيك صفر. شحال هو؟ شحال شحال العدد؟ تسعود ناقص تسعود. ها تسعود ناقص تسعود؟ صفر. ولكن العدد خصو يكون شحال؟ عشرة. إذا شنو غنديرو هنا؟ نديرو صفر. صفر صفر. ها هو شطبنا عليه، ملي شطبنا عليه رديناه تسعة. وكنا نسيو شطبنا على هذا، هذا غيولي؟ حيت شطبنا على الصفر هنا، ملي شطبنا على الصفر هنايا خا ضروري تشطب على هذا، هذا شطبت عليه رديتي تسعود هذا خصك تشطب عليه، حيت هذاك تابع، دائما الصفر كيكون تابع لهذا العدد خصو يكون ضروري تشطب على هذا. اثنان ناقص تسعة؟ اثنان ناقص تسعة لا يمكن. إذا 12 وكنشطبوا على سبعة وكنردوها؟ كنردوها ستة. 12 ناقص تسعة؟ هي ثلاثة. ثلاثة. ستة ناقص واحد العدد كتعطينا ثلاثة سهلة. هي ثلاثة. ستة ناقص ثلاثة تساوي ثلاثة هي هذيك. إذا واحد العدد كنقصوا منه ستة كتعطينا أربعة. واحد العدد كنقصوا منه ستة كتعطينا أربعة. هو؟ هو خمسة. كيف بلاش عدد تنقص منه ستة يعطيك أربعة. يعطيك أربعة. إيه. اثنين. ونديرو حنا ثلاثة. واه ودرتي هنا هو 10 ناقص 6 كيعطيك 4. 10 10 هو 10 نقصتي منه 6 هو اللي كيعطيك 4. ها 10 في يديك ها هي نقص منها 6. ها 6 نقص شحال بقاو ليا 4 في يدي ها هما. ها 10 ها هما نقص منهم 6 ها هما 6 نقصوا شحال بقاو 4. إذا هاد الربعة هما اللي بقاو ها هما. شنو العدد اللي تنقص منهم 4 يبقاو لك؟ نقص منهم العدد يبقاو لك 4 هو 10. بالتالي هنايا خصها تكون عشرة، يعني الصفر هنا خصو يكون هنا باش نقولوا أن صفر ناقص ستة لا يمكن، غنديرو عشرة هي اللي يمكن ونديرو الاحتفاظ ونضربو على هذا العدد اللي يكون هنايا تشطيب عليه تا هو. إذا عشرة ناقص ستة تساوي أربعة. أربعة العدد اللي يكون هنايا نقصو منو شنو العدد اللي يكون هنايا باش نقصو منو لا شيء عطينا ثلاثة. شنو العدد؟ ثلاثة هو ثلاثة ها هو ثلاثة ولكن شطبنا عليه راه نقصنا منه. إذا شحال خصو يكون؟ أربعة. أربعة خصو يكون هو أربعة. لحقاش راه شطبنا عليه رديناه ثلاثة. ثلاثة ناقص ثلاثة تساوي ناقص لا شيء، ثلاثة ناقص شيء تساوي ثلاثة. إذا العدد خصو يكون هو أربعة. هذه العملية الصحيحة. باع السيد المعطي المعطي سيارة مستعملة بثمن خمسة بثمن خمسة خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون ألف درهم وقطعة أرضية بثمن 395500 درهم، ما المبلغ الذي ينقص السيد المعطي حتى يمكن شراء شقة في المحمدية بثمن 620000 درهم؟ أحددوا العمليتين واحد واثنين أنجز. إذا كان عنده قطعة أرضية بهذا الثمن هذا هو يا. عنده شنو قطعة أرضية بثمن كذا كذا، باع قطعة شنو هذيك؟ سيارة مستعملة عفوا، سيارة مستعملة بهذا الثمن هذا هو 35000 درهم، وقطعة أرضية بثمن ديال 395500 درهم. ما المبلغ الذي ينقصه السيد معطي حتى يمكنه شراء الشقة؟ بغى يشري الشقة في المحمدية بثمن ديال شحال؟ هو 620000 درهم. إذا هو ملي باع، باع السيارة وباع الأرض، خصنا نشوفوا الثمن ديالو مجوع شحال؟ باش نعرفوا شحال باقي ناقصو باش يشري هاد الشقه. اذا باع السياره وباع الارض، اذا المجموع ديالهم شحال جمع ديال الفلوس ديالهم ما بين السياره وما بين الارض اللي باعها؟ اذا نقولوا هذه هي 35000 درهم دي اش زائد ثمن ديال القطعه الارضيه اللي هو 395500 درهم. المجموع ديالهم واحد صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر صفر، صفر زائد خمسة صفر، خمسة زائد خمسة عشرة نضع الصفر ونحتفظ بالواحد، واحد زائد أربعة، واحد زائد ثلاثة أربعة، أربعة زائد تسعة ثلاثة عشر نضع ثلاثة ونحتفظ بالواحد، واحد زائد ثلاثة أربعة. إذا هو المجموع اللي جمع ما بينهم هو 400 و عفوا 430500 درهم. هذا هو المجموع ديال السيارة وديال الأرض.
هو السوق بشحال الثمن ديالها هي 620,000 درهم. بالتالي غنديروا هذا المبلغ ديال الشقه ونقصوا منه، نقصوا منه العدد اللي جمعوا باش نشوفوا شحال بقى ناقصه. صافي، اذا نقولوا 620,000 درهم، نقصوا منه مبلغ اللي جمعوا ما بين اللي مجموع ديال اللي باع به السياره والارض بجوجهم هو 430,000 درهم و500 درهم. ها اذا 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 5 لا يمكن، اذا 10 ناقص 5 نضرب على 0 نضع 9 ونضرب على 2 ونضع 1، اذا 10 ناقص 5 5، 9 ناقص 0 9، 1 ناقص 3 لا يمكن، اذا 11 نشطب على 6 ونضع 5، 11 ناقص 3 تساوي 8، و5 ناقص 4 تساوي 1. المبلغ اللي كينقصوا، اذا حددوا عمليتين، العمليتين هما هادو، عمليه الجمع وعمليه الطرح، انجزوهما ها هما، والمبلغ الذي ينقصه هو هذا. ما المبلغ الذي ينقصه؟ اذا هذا هو المبلغ الذي ينقصه، هذا المبلغ الذي ينقصه هو 189,500 درهم. الحصة الخامسة، ادعموا تعلماتي. لو طابلو ريبريزونت لو نومبر دو توريست كي اون فيزيتي لا تور ايفل ا باري بوندون لي ديرنيغ جور دو لا سيمين. يعني هذا كيمثل لنا عدد الزوار اللي كيزوروا برج ايفل في باريس في نهاية الأسبوع. عندنا سيدي متى هي الصباح، سواغ هي في العشية. عندنا سيدي فوندغودي هو الجمعة، سامودي السبت، ديمونش والأحد. عندنا في الصباح ديال الجمعة كيكون عندنا 85,406، في السامودي يعني نهار السبت أو في المساء ديال الجمعة كيكون عندنا 100، في العشية كيكون أكثر، في المساء كيكون أكثر، هاي أكثر 102,673. نهار السامودي يعني السبت يكون في الصباح 125,893، في المساء يكون 162,407، ديمونش كيكون عندنا 175,465، ولكن في لوسواغ ما كيناش، ولكن عطينا لا صوم يعني الجمع ديالو، ها هي لا صوم. اذا نديرو لا صوم هنايا، جي فيكتوي لي زوبيراسيون دون ان كايي جو كومبت لو تابلو. اذا نديرو العمليه حنا غير هنا، نديرو هنا ها هي نجمعهم، هادي زائد هادي شحال كتساوي، هادي زائد هادي شحال كتساوي، 6 زائد 3، 6 زائد 3 3، 6 زائد 3 6 زائد 3 3 9، 0 زائد 7 7، 4 زائد 6 6 10 10 10 لا 0 حتى بدا بالواحد، 1 زائد 5 ستة، ستة زائد اثنان ثمانية، ثمانية زائد صفر ثمانية، واحد زائد صفر زائد واحد أو واحد. لا شيء، لا شيء زائد واحد واحد. إذا المجموع ديال لاصوم ديال ما بين الصباح والعشية في نهار الجمعة هو 188,079 يعني توريس يعني سائح. في الصامودي زائد تساوي ها 3 زائد 7 10، نضعوا الصفر ونحتفظوا بالواحد، 1 زائد 9 10، 10 زائد 0 يتقى 10، نضعوا الصفر ونحتفظوا بالواحد، 8 زائد 1 9، 9 زائد 4 13، 3 ونحتفظوا بالواحد، 5 زائد 1 6، 6 زائد 8 2، 6 زائد 6، 6 زائد 2 تساوي 8، 8 2 زائد 6 تساوي 8، واحد زائد واحد تساوي اثنان. اذا مجموع ديال السياح نهار السبت كيكونوا ما بين الصباح والعشيه هو 288,300. شوفوا الديمونش عندنا 175,465، ولكن المجموع عطاو لنا، ولكن ما عندناش فلوس واغ. اذا شنو نديرو؟ جي فيكسيون لي زوبيراسيون دون، يلا نديرو، شنو نديرو باش نعرفو؟ هذا ناقص هذا، هذا ناقص هذا، هذا هو المجموع، هذا هو المجموع. يعني شنو نديرو؟ العكس ديال اللي قلتي، قوليها. هذا ناقص هذا، هذا اللي نقصو منه هذا باش نشوفو المجموع ديال النهار كامل، نقصو منه ديال الصباح باش نعرفو ديال العشية شحال كيكونوا.
المجموع كله إيه نقسم منه الناس ديال الصباح. هذا نقسم منه هذا باش اللي هذاك اللي عطيناه نديرو هنا. ايوا خصو انت قلتي لي هذه اللي نقسم من هذا. لا لا صوم المجموع. اذا هي 324,075 نقص منها 175,465 نديرو العمليه. اذا 7 ناقص 5 تساوي 2 3 ناقص 6 لا يمكن. اذا 13 ونضرب على 0 نضعه 9 ونشطب ثاني كذلك على 4 ونردها 3. دائما الصفر كنشطب عليه كنردو 9 واللي من موراه هو كنشطب عليه حتى هو العدد اللي تابعه الاكبر منه كنشطب عليه كنردوه اقل من ذاك العدد يعني 4 نردوه 3. اذا 13 ناقص 6 تساوي كم؟ 7 9 ناقص 4 تساوي 5 3 ناقص 5 لا يمكن. اذا 13 نشطبوا على الاثنين نردوها 1. 13 ناقص 5 كتساوي 8 1 ناقص 7 لا يمكن. اذا نشطبوا اذا 11 ونضربوا على 3 وردوها 2. 11 ناقص 7 11 ناقص 7 تساوي 4. 2 ناقص 1 تساوي 1. إذا 148,572. إذا وهذا هو إلى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.